أهم عنصر يجعل من المنبر مؤثرا بالفعل في الساحة هو أن يكون مواكبا لمتطلبات الساحة ومجيبا على أسئلة الساحة الحرجة، سواء كانت في الجانب العقائدي أو الجانب الفقهي أو الأخلاقي أو غيرها من الجوانب التي يتعرض لها المنبر. واليوم أصبحنا نتحدث عن عالم مفتوح، بل أصبحنا نتحدث عن عالمين، عالم حقيقي وعالم افتراضي. اليوم تحول هو إلى العين التي تضخ مئات الأسئلة بل آلاف الشبهات يوميا. الخطيب في واقع الأمر لكي يؤثر لابد أن يكون محيطا بكل هذه المتغيرات وعالما بما يحتاجه المتلقي، سواء كان شابا أو شابة، كبيرا أو صغيرا. وهنا تكمن الصعوبة، أنه كيف يستطيع الخطيب التوفيق بين تحصيله العلمي الحوزوي وفي نفس الوقت الإحاطة بمستجدات الساحة، بحيث لا تكون هناك فجوة تاريخية بين المادة المنبرية وبين الواقع. والخطورة تكمن هنا، بمجرد تكون مفارقة من المنبر ومن الخطيب للواقع، أن يتحدث الخطيب في زمن آخر وفي مكان آخر، سيفقد المنبر هذا التأثير. لذلك التحدي اليوم كيف يكون المنبر مواكبا، وهذا الآن القدر الواجب، وإلا المقدار الحقيقي المنبر لابد أن لا يكون مواكبا فقط، بل لابد أن يكون مستشرفا لما سيأتي. فلا ننتظر أن تقع المصيبة لنبحث لها عن حلول ونتصدى للرد، وإنما لابد أن نستشرف الأخطار فنؤسس ونحصن المجتمع لكي يكون المنبر سباقا ويقوم بدوره الفعلي في المجتمع. بالنسبة للأمر الثاني، هذا في العادة توفره الحوزة العلمية للخطيب، أنها تعرفه بتراثه وتعطيه آليات البحث في هذا التراث، تعطيه هذه الأدوات. أما الأمر الثاني فهذا يعتمد على وعي الخطيب كإنسان يعيش في هذا المجتمع، يختلط بالناس ويعرف مشاكلهم ويستطيع فهم دواخلهم. لذلك فرق كبير بين خطيب معتكف في مكان ما أو جالس في برجه العاجي وخطيب مختلط ومتداخل بالناس. كلما كان الخطيب أكثر اختلاطا بالناس وأكثر اقترابا منهم، كان أقدر على فهم الواقع. جميل.